هذه فقر يا قاچو يا من الضرو يا دبك صومر طيرة صبرتها لو بهي إلا تكجارس نعم العبد إنه هو هذه مقع يا ماموس يا حولاء يا سلطاء يا وحر صومران يا امتحانك لو إن تشكر النقضاء أبل كيد مرسابا لقاربا إلا تكجارس منزل ده نعم العبد إنه هو إذا وحلينا الدنيا أي نكون الله وامتحان يبقى نبلوكم بالشر والخير بيتاقتي أنبيادنا وضطك وقبضنا امتحانك لقليي النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وكم دي أنبياد امتحانات كورنا مصامرين سيقول لغو حوك بدايي وصحابة دي سهرتي سلغتهم يلغو قراعي وصامرين سيقول حوك بدايي والسلطة هي باور هستو دولتي سحوق بضنتي وددكو أفواجا دين تمسوك لي وصامري وحيدا ذان رسولك عليه الصلاة والسلام محمد امتحانات كدمان تدو وصامري أي امتحانات شاك تبي لينا داد سيرة النبي محمد أخلده وادكو أركيسا وحر رقمة أي امتحان بنا آدم وشاكتنا ورانكو تاريخ دا وكور رمي أنبياء دا وادكو نحاركيسا مثلا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام فتنة القريب وصامري ذاتك ودوايا لغوي تحامي سوى الرسولة وإلهي صادري وذاتك خير شيغية أيا ذاتك كوي ودوا بينيين أبو جهلي أبو لهبي أبو ريشي تلك ودوا أديو أولاك شيغية لغولي وكذاك وبرالي أما هو الصاحر أما هو عينك القوت المامي إلى حد تاي دبق قلان أديركي ودبق صعوده ومركو يسير هذا عند هذا الولاد هذا أنا ويلكين أديركي وحبا مبقى وصحر رول يسكر ناف دي أديركاك ودبق قلب لدو غياس أديركا يو أبا حالة الشي وكاوي هدوك ودبق صعوده ومركات شكتب عكسي قيدة وشيغي يولي يكير نقار دالله يو واي أديربانو هاي وحنك مجران وحاو شيغي يعني عيدي لي قدريم إلى هيدين طول لا كان يا كي كوجود وامرك حتى كاسكات إلهي سبحانه وتعالى وحوسود كي القرآن كمر كلا يروت المام يا امتحانات كاسي وحلا جوجد به واي كم تهاي إنه قلبك بين آدم وعيدي لي قسيان ودريمين عيدي لي كستوا أدرمته وحلا جعاف ماله الأصل القرآن وحوت المام يا لا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي حس كيسا إن قلبي وجودك نصوص بدانا وقرآن يا حديث بواي صائر ورنا مركا مسائل بدانا النوع عاصية كورمية بالتفصيل سلق النبي كم إذا كوبا لكن وحن ودن لأنه إن المنطق كهذا الله التصبيح فقط تصبيح يا ريق معني سوح ويا سبحان الله مركا الذي إلهي بعد حمكه في سابي ورجلين على بعض الصومالي أما سكال هذين وطل مامرو وتنزيه ربي عن النقائص وإلهي سبحانه وتعالى كنزهي سكف بيني سو عيب أردن إلهي ومعن تنطبع ذلك وحن نقصية أردن إلهي ومعن تنطبع إلهي كمالات كن باوعن تنطبع الحمد لله بأمركا إلهي أتكمالك وصويس إلهي وحو قراك كولي مركا ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون مرك إلهي كصور رمي استهزاء قرآن كبو السمايين إلهي كتاب كيسا كبو السمايين ربي قال لماذا كقالوا به وحي حمى الشيغية إلهي أبورتو وحي كشيغية نبي كيسي أي وحا كشيغية ضدك وحا كشيغية قريب كي يضدك يقول دوايا أي إلهي وحلي في سورة الحجرات ولقد نعلم أنك يضيق صدرك وأبني بأي لهيرين لابطاد عرير يوم يسو وحكو قولها الضيان يوحي ألك الشيغيان يا ذيك وحل الروا فاستع بما تؤمر وأعرض على المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين إلهي حسوسي في وحاي سمين يا دبيتنا وحل إلي ولقد نعلم أنك يضيق الصدر وأبني إن لابطاد عرير يوم يسو فصبح بحمد ربك وكن من الساجدين فصبح تصبيح صب إلهي حمكهف ملتبسا بحمد ربك هذا يقول كم رأي أمسي كل دي هيا
الله أمانتيس وكن من الساجدين أنت سجود يسأل إلهي فودر روك أولك يسأل كم من دقاء علماء وحيد هذا ما حضيق الصدر أنت لقوى الرمي لا يري فصبح وحيد هذا هو الترياق ودواء يستشفى به وحل وعاف ماذا وحوي مركي حنون الله شقي نبطه يسطه يا إلهي سيدا يل سيدا النبي قال لي يل بيع علماء ليه وسيدا الله بتقع عاثماته ولذلك ما قرآن كما يلبضا وحق صاروري قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون أما فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك فلعلك باخع نفسك على آثار من لم يؤمن بهذا الحديث آسفا آيات بضبا صاروري والنبي عليه الصلاة والسلام دذلك ودين توهيي يدبت لغله ريمي يعدينك ودريمي وضت المامي إذا وحي علماء دولي عديني قاوة حلقة قبحة الله بتقفه أي صافي النغطة قلبي سيطني إنامكم قلا راحة البال والنفس وكهرة ومسائل كان إلى هوت المامي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أما التصبيح إله يوضو التصبيح سطه إيه أدقو أنت سجود سنما أنت تكنسة كبيرة قرآن كمركا ميل كستا أما ميلها وببضا النبي قال لفر أيه إن نباتوي كاسي لكل ما يوحى لفر أيه أما الصلاة هي تصبيح نبي قلنا عليه الصلاة والسلام وكا حديث كالصحابة ويوريني أنه قلت المام أيه إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة هدي وأرهن نبقليه هدي ورور وخدعه هدي وح مشاكل الله كرمه بادر إلى الصلاة بالعيد نبي عليه الصلاة والسلام صلاة دو دقدق شري صلاة دو دقدق شري سيدا وقيت با إلهي القرآن كوكوت المامية قرآن تربضا والصبر يتصبح شيئا فاصبر على ما يقولون وصبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فصبح وأدبار السجود في سورة قاف في سورة غافر إلهي وحلي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وصبح بحمد ربك بالعشي والإبكار في سورة طور إلهي وحلي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وصبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فصبح وإدبار السجود وإدبار النجوم في سورة الإنسان فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا صور كائن صور آخرنا يوردن ألا سبحانه وتعالى وحن نبي سي محمد ها عليه الصلاة والسلام وغت الماميا وحا وكلك الميضات كاسي إن يهين وح عديدي قليني وحيكو هدليا وحنينو يهي نبونا عليه الصلاة والسلام ربي وحكا شاكي سيدينت وحكا شاكي إنو عديدي دريمي دولو دمتنا وحلوات المام الصبر تصبيح سنة أمتكو صور كلنا يدو صلاة دي صبر فسكو حدي واستعينوا بصبر والصلاة إلهي وقوت المام وصار ورطي وحكى الله صار وري نبي الله يونس ذنون وتلكي مركو نبكى لكل بيكت تجيس وع رئيسا وماذا يعني إله يقبل نسيب فصيرته تلمامان وده بيتنا بد تجي دون فولي سكستبه النقطة إسقى سهمي وقول عي دون تهلا خفيفية اللي يري نبي الله يونس دون تلقى توري نبي تنوعني أما التقابه اللي بقيي نمري حوت وي هي اللي بقيي ألا وحوت المام يا ماشا عريني قامر فوقلي وعريني هل كيود دميسي بطو مركو هوري اللي قاد لعوس كداناتي قاد بدوين تكوها فطو مركو هورانا نلوش لقى غوصتا هذانا هداد بحال علوشي سيقا شو هذا والببت كتشيري هذانا بحال علوشي هتسيقا شو وحنو ركرنا
ماشي ودم بيسي يعني الله لك أقو صلها هل كامر قليبا إلى هين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات مقدية ذا سكر نحن نواقبا إلى هين نحن نواقيا وهي علماء إلى ذلك هبين مدو وبد مدو وبهل علوشي وكشرو أي نواقي ومحي لي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا لا إله إلا أنت إلى وكلية يا حق عابدة سبحانك إري النوس عنين وك سبحانك رب وحبك هفنانت عبادك أن لحين